ليش من صاحب ماني من ليش يا تفضل معروف ليكو كليك نعمل بعضها ليكو كليك نعمل Thank you.
ها؟ 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 ها
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. باسم السيد مدير دار الثقافة والسيد مدير دار الثقافة والفنانين في ولاية الواقي، نرحب مرة ثانية بجميع الفنانين الشيخين الذين جاءونا من مختلف مناطق الوطن. وكما يقال أن لكل بداية نهاية، استضاف دار الثقافة على مدار 3 أيام فعاليات هذا الصالون الثالث للفنون التشكيلية، التي ما فاتئة دار الثقافة تنظم هذا الصالون الذي كانت طبعته الأولى في 2007 على ما أظن، ثم 2008، ثم جاءت هذه الطبعة في 2011. ونتمنى أن تكون الطبعات متوالية وتكون لما لا مغالية. وهناك كلمة قصيرة أود أن أقولها، هي كلمة فنان. وقال حكيم ذات يوم: راقب أفكارك لأنها ستصبح كلمات، وراقب كلماتك لأنها ستصبح أفعال، وراقب أفعالك لأنها ستصبح عادات، وراقب عاداتك لأنها ستصبح شخصيتك، وراقب شخصيتك لأنها ستصبح مصير. واعلم أنه لا أحد يستطيع أن يسلبك النجاح إلا أنت بنفسك، فابدأ الآن وغير من نفسك للأفضل. فنتمنى أن نتغير إلى الأفضل جميعا. إذن بهذه الكلمة وبدون إطالة نبدأ في توزيع الشهادات والتكريمات على الضيوف. وسنبدأ بالضيوف الذين جاءونا من مختلف الولايات. إذن نبدأ بالفنان التشكيلي سبع خالد من ولاية خنشلة، طالبي جمال. داز فريد، الفنان التشكيلي داز فريد. الفنان التشكيلي بامون علي، بامون علي. بارك الله فيكم. فريد تري بيان، صحيح صح. ليلى، امدح ليلى، خليها طريقة. زكارة نور الدين، عمراوي عبد السلام، مانع محمد، سلامي عبد الحليم، هواد الجهيدة. إذن هي ثاني الشهادات. شيخ بفضلك صراحة جايدك مشي بفضلك تري بيان تبسم، شكرا لك صاحب. سلام يا عبد الحليم. Thank you.
عليها غايب يا عبد الغادر من محي الدين الإمام يا أمير البطالة راهي أرض الجزائر يا عبد الغادر حرة وتهدي لك السلام يا أمير البطالة راهي أرض الجزائر يا عبد الغادر حرة وتهدي لك السلام طيبي ميلود. طيبي ميلود العايب بشير. العايب بشير فنان تشكيلي العايب بشير بودوايا عبد الهادي. بودوايا عبد الهادي البوهلة عبد الرحمن. البوهلة عبد الرحمن. نستسمح السيد محمد صبيحي ممثل الإذاعة فليتفضل المشكور لتسليم هذه ال أيضا نستدعي السيد بوكراع خالد. بوكراع خالد ايضا نواصل تسليم الشهادات على الضيوف. ظفري عبد الغني. ظفري عبد الغني هدهود الطاهر غايب. نعم طلبي مولاي عبد الله. شرفي حسن. شرفي حسن نمار كمال. نمار كمال رزيقية شعبان. رزيقية شعبان ممثل مكتب المكتبة المطالعة سيد جمال فليتفضل. ماني اللي يرقى زماني ارقص يا جاهزين دوالا. ارقص يا جاهزين دوالا. ارقص يا جاهزين دوالا. ارقص يا جاهزين دوالا.
يرقزني ماني يا ماني لان يرقزن يرقزني ماني قلان كلان يرقزني ماني ايضا نكروف بغداد نكروف بغداد رحماني سعيد ركح سليم استسمح لأخ جايدة تتقدم تفضل تمد لهم الشهادات هيا هنا وهنا جيدة هيا مرسول هاني الله نرجع هيا زنماني ماني ماني هيا الأولى لازم هيا الأولى لا أنا الأخرى من وراء هيا الأولى أنا كنت وصية هيا بغداد جيدة صحيتو روحنا روحنا الآن نشرع في تقديم الشهادات على الفنانين التشكيليين لولاية أم البواقي نبدأ بالسيد عبد اللاوي مراد عبد اللاوي مراد سيغي مرزوق هو مغيب الكبير صالح بوم قورة عبد الغني نستسمح السيد خف يقدم لهم الشهادات ايضا نواصل في تقديم الشهادات روز فتحي مدفوني حكيم ياسين سمري ياسين سمري واخيرا السيد خنفيس الجمعي غادي العبيدي رئيس المكتب ليناك مكتب ولايه ام البواقي مالي مش بلاد الجبل وغيرها
نرجو من سمر ياسين يتقدم الى المنصة. لقطاع الثقافة. فنطلب او نستسمح من السيد يعني محمد صبيحي ممثل الإذاعة يتفضل لاستلام هذه الشهادة والتذكار. ونستسمح ايضا السيد مدير القطاع الثقافة سيد محمد الغديري ليقدم له هذا التذكار. إذن لكل بداية نهاية وصلنا يعني لنهاية هذا الصالون. نتمنى أنه قضيتوا معنا وقت ممتع وإحنا قضينا معكم وقت ممتع. وتفضلوا يعني الإكراميات يعني بعد ما تناولوا يعني الإكراميات هناك صورة جماعية. وقبل أن أختم هناك كلمة قصيرة راح نقولها وتكون شيء أخير إن شاء الله. راح نقول باللي إذا كنا قصرنا سمحوا لنا، وإذا كنا مثال يعني درنا يعني من الأمور يعني مش يعني ما وصلنا لهاش نتمنى تعاونونا فيها. عندي ثلث دعوة إن شاء الله أن نقول لكم ساعدونا أنتم واش إن شاء الله العام الجاي نديروه صالون وطني صالون مغاربي بكم أنتم نديروه إن شاء الله. الله باش يقول كلمة قول يعني لي عظيم الشرف باسمي واسم فنانين كاشكيين عبر ولايات الوطن على المشاركة المتميزة جدا والتي كانت فعلا قفزة نوعية في الفن التشكيلي في هذه الولاية. فألف شكر لكل السلطات من التسلسل المنطقي من الأعلى حتى الأسفل. نشكر مدير الثقافة مدير دار الثقافة وأصدقائنا طبعا المنظمين على هذا المعرض وألف شكر لكم. نديروا صورة جماعية ونشكركم جميعا. إذا نتمنى لكم عودة ميمونة إلى بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.